اسمي ليلى جرف وولدت بسوريا دمشق، وبلشت حب كرة القدم وهي صارت جزء من حياتي امتى كان عمري 4 سنين. بلشت تتابع كرة القدم واندمج بالمباريات امتى كان عمري 4 سنين، وهي اختي اللي اول شي بلشت تحضر مباريات. احيانا امي كانت تقلي انه لشو كرة القدم، هالشي للصبيان مو للبنات. اول شي كانوا كتير مستغربين انه بنت بتلعب معهم، بس بعد فترة تعودوا لان كنا نلعب شي مرتين بالاسبوع هيك. وهلا فينا نشوف مشجعين بيمرقوا من عنا، بيجوا لعنا صحافيين نحكي معهم من كل أنحاء العالم، وهالشي أكيد خبرة ما بتنسى. Не у каждого в жизни бывает такое, что есть друг, особенно девочка, которая может играть в футбол. Я рад, что в моей жизни есть такой человек. С ней очень интересно играть в футбол. Она всегда готова прийти, поиграть, отвлечь тебя.